وصول الدفعة الثانية من العالقين اليمنيين في السودان إلى مطار عدن الدولي تزامنا مع تواصل عمليات الإجلاء للرعايا الأجانب عبر المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات تواصل تقديم المساعدات في ظل تحذير متزايد للأمم المتحدة بزيادة أعداد النازحين وتفاقم القطاع الغذائي والصحي في البلاد. أهلا بكم. وصلت الدفعة الثانية من الرعاية المواطنين الذين تم إجراؤهم من جمهورية السودان إلى مطار عدن الدولي مرورا بمدينة جدة السعودية، حيث ضمت الدفعة الثانية 270 شخصا على متن رحلة الخطوط الجوية اليمنية من العائلات والطالبات الذين تم إجراؤهم بحرا إلى مدينة جدة كمرحلة أولى بمساعدة الأشقاء في المملكة العربية السعودية على ضوء التطورات الأمنية في الأراضي السودانية. ويأتي ذلك وسط اهتمام رئاسي وحكومي بتسريع عمليات الإجلاء للرعاية العالقين في الأراضي السودانية وتقديم المساعدات اللازمة لهم وبدعم معهود من الأشقاء في المملكة العربية السعودية. فيما تتواصل عمليات الإجلاء للرعاية الأجانب العالقين في السودان، حيث أعلنت وزارة الدفاع السعودية الثلاثاء أن القوات الجوية نفذت 6 رحلات إجلاء منذ بدء عمليات الإجلاء من السودان إلى المملكة. جاء ذلك في بيان نشر على حساب الوزارة في تويتر، أكدت فيه إجلاء القوات الجوية 530 شخصاً. وأضافت الوزارة في البيان بأن قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي استقبلت 26 رحلة على متنها 2889 شخصاً من رعايا دول الشقيقة والصديقة. وأضاف البيان أن 22 رحلة جوية أجنبية غادرت قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي وأقلت على متنها 2558 شخصاً يمثلون رعايا تلك الدول. واستجابة للأزمة الإنسانية الحرجة في السودان، أرسلت دولة الإمارات 3 طائرات مساعدات لدعم الشعب السوداني الشقيق على متنها أكثر من 115 طنا من الإمدادات الطبية والغذائية، حيث حملت طائرتين إلى مطار بودرستان 100 طن من الإمدادات والمستلزمات الطبية العاجلة التي تشمل مجموعة كبيرة من الأدوية المخصصة لعلاج الجروح وحالات الطوارئ وأدوية المضادات الحيوية ومضادات الالتهابات وضمادات الجروح والأشرطة الجراحية، بينما حملت الطائرة الثالثة التي توجهت إلى تشاد 15 طنا من الإمدادات الغذائية والتي تهدف إلى تقديم الدعم العاجل للاجئين السودانيين المتضررين من الظروف الحالية والتي تسببت في نزوح آلاف الأسر ونقص في المواد الغذائية الأساسية. وفي غضون ذلك، أشاد رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العوسمي بالمبادرة الإنسانية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بتقديم مساعدات إنسانية لصالح الشعب السوداني لمساعدته في أزمته الراهنة. كما ثمن العوسمي في بيان له المساعدات الإنسانية التي أرسلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بإرسال إمدادات طبية ومساعدات إنسانية وإغاثية للشعب السوداني. كما دعا العوسمي المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى ضرورة الإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب السوداني للتخفيف من حدة المعاناة التي يواجهها بسبب تدهور الأوضاع نتيجة الأزمة الجارية. وعلى إثر ذلك، قال المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة بول ديلونا بأن أكثر من 700 ألف شخص نزحوا داخليا جراء القتال الدائر في السودان منذ منتصف إبريل الفائت. وأكد ديلونا بأن الثلاثاء الماضي وصل عدد النازحين الجدد إلى 340 ألف نازح، وأضاف أنه قبل بدء القتال كان أكثر من 3 ملايين شخص مسجلين كنازحين داخليا في السودان، وبأن العديد من النازحين يحتمون عند أقاربهم بينما يتجمع آخرون في المدارس والمساجد والمباني العامة، وأن المجتمعات المضيفة للنازحين تتعرض لضغوط هائلة تفرضها عليهم آثار أسابيع متواصلة من القتال. حراك دولي وخليجي للتباحث حول عملية السلام في بلادنا، وقرارات جديدة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ضمن خطوات إعادة تشكيل المجلس والاصطفاف الجنوبي نحو استعادة الدولة تثير حفيظة قوى الشمال. We'll be right back.
التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي ومعه عضو المجلس اللواء عيدروس الزبيدي في العاصمة عدن سفير المملكة العربية السعودية لدى بلادنا محمد الجابر، وتطرق اللقاء إلى الوضع على الساحة في البلاد والإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها المجلس الرئاسي والحكومة بدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. وناقش اللقاء جهود الوساطة السعودية لتجديد الهدنة وتخفيف المعاناة الإنسانية ووقف إطلاق النار وفرص التوصل إلى حل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة. وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهود السعودية استنادا إلى مبادرتها المبكرة لإحلال السلام في بلادنا وإرساء الأمن والاستقرار والتنمية، مثمنا التدخلات الإنسانية والإنمائية السعودية عبر برامجها ومبادراتها المختلفة. هذا ولم يفصح عن اللقاء أي مستجدات حول مباحثات خارطة السلام مع الجماعة الحوثية الإرهابية. وكان في وقت سابق قد التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج جاسم البديوي سفير المملكة العربية السعودية لدى بلادنا السفير محمد الجابر في البيت الخليجي. وذكر الأمين العام لمجلس التعاون في تغريدة على حسابه في تويتر أن اللقاء كان بحضور سفراء دول مجلس التعاون المعتمدون في الرياضة وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدون في اليمن. وأضاف السيد البديوي أن اللقاء شهد مناقشات حول تطورات الملف اليمني في ضوء الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. وبمقر سفارة بلادنا في أبو ظبي بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي مع المبعوث الأممي السيد هانس جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة وسبل بناء التوافق للمضي قدما نحو عملية سياسية جامعة للتوصل إلى حل شامل. وفي اللقاء استمع اللواء المحرمي إلى إحاطة مفصلة من المبعوث الأممي حول نتائج لقاءاته وزياراته الأخيرة على الصعيد المحلي والإقليمي والخطة القادمة الخاصة بمكتب الأمم المتحدة في الحرب. وجدد المحرمي حرصه والتزامه للمجلس الرئاسي والحكومه بدعم كل الجهود الهادفه الى انهاء الحرب ومعالجه الوضع الانساني، مثمنا نجاح تبادل المختطفين ومتطلعا الى الافراج عن الكل مقابل الكل. وشدد المحرمي على ضروره ان يمارس مكتب المبعوث الاممي مزيدا من الضغط على جماعه الحوثي لانهاء واغلاق ملف المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا. إلى ذلك التقى سفير دولة الإمارات سعادة محمد الزعابي بالسفير الأمريكي لدى بلادنا ستيفن فاقن للبحث في تطورات الأوضاع التي تشهدها البلاد. وناقش السفيران آخر المستجدات التي تشهدها بلادنا في ظل التقارب بين المكونات الجنوبية وجهود المملكة العربية السعودية الأخيرة التي أفضت إلى إنجاح عملية تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الإرهابية. وأكد السفيران خلال اللقاء مواصلة دعم بلادهم للجهود المبذولة لإحلال عملية السلام شاملة وإنهاء التمرد الحوثي المدعوم إيرانياً. وفي ذات السياق قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا السيد غابري فيناليسا أن بلادنا دخلت فصلا جديدا بعد الهدوء النسبي الذي تشهده البلاد منذ اندلاع الحرب قبل نحو 8 سنوات. وأضاف السيد غابريلا أن الهدنة أبقت على حالة من الاستقرار النسبي آملا في أن يلمس إرادة سياسية لطي صفحة النزاع، خاصة بعد الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في الأشهر الأخيرة والتي قد تؤدي إلى مخرجات واحدة قريبا حد وصفه. وفيما يخص الاتحاد الأوروبي أكد السفير غابريلا أن الاتحاد يعد وجود عملية سياسية شاملة وجامعة في اليمن أمرا في غاية الأهمية، مع إيمانهم بأن مثل تلك العملية فقط يمكن أن تفضي إلى السلام المستدام. وفي يوم تاريخي توج أبناء الجنوب لقائهم التشاوري الذي احتضنته العاصمة عدن بتوقيع ميثاق الشرف الوطني الجنوبي، الخطوة الأولى على طريق استعادة الدولة الجنوبية الفيدرالية كاملة السيادة. هذا الاصطفاف الجنوبي أثار حفيظة قوى الشمال ومن ارتهن لها في الداخل الجنوبي. المزيد في سياق هذا التقرير. اصطفاف وطني جنوبي خرج به اللقاء التشاوري الجنوبي الذي احتضنته العاصمة عدن، وتوج بالتوقيع على ميثاق شرف وطني جنوبي من قبل 37 شخصية بحضور رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اللواء عيدروس الزبيدي، والذي عقبه بقرارات مصيرية لقيادة هيئة رئاسة المجلس الانتقالي فاجأت الجميع.
الخطوة التي أقدم عليها الانتقال لاحتواء قيادة جنوبية بارزة سواء في قيادة المجلس الرئاسي أو ضمن قوام هيئاته تمثلت في سعي الانتقال للحصول على تأييد أكبر عدد من الأصوات داخل المجلس الرئاسي لصالحه استعدادا لأحداث ومتغيرات واستحقاقات قادمة قد تفرضها المستجدات على الساحة أو يحاول فرضها أحد أطراف المعادلة اليمنية. خطوة سياسية تهدف كذلك إلى قطع الطريق أمام مكونات أخرى في الداخل الجنوبي وإفقادها أي شخصية لها وزن أو حضور أو تأثير، مكونات تحمل مشاريع أخرى معارضة ومناقضة للانتقالي، بل وربما تشكل تهديدا سياسيا له على المدى المتوسط والبعيد، فلم يكن أمامه من خطوة سوى العمل على احتواء الجنوبيين، معلنا بذلك باب الحوار مفتوحا أمام الجميع للحاق بالركب ليكونوا شركاء في بناء الدولة الجنوبية الفيدرالية القادمة. قوى الشمال ومن ارتهن لها في الداخل الجنوبي أثارت هذه اللحمة الجنوبية حفيظتهم فعمدوا إلى إجراء مناورة عسكرية على مساحة 100 كيلو متر بطابع هجومي لقواتها. المناورة العسكرية بهذا التوقيت لا يفهم منها سوى الحرب ولا مجال غيرها، ومن خلالها تعلن ميليشيات الحوثية جاهزيتها قبل الجميع وتأكيد نسفهم كل الاتفاقيات العربية والدولية الهادفة إلى إحلال السلام العادل بين الدولتين. أصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي عددا من القرارات والتي تهدف إلى إعادة تشكيل هيئة رئاسة المجلس الانتقالي وتعيين رؤساء الهيئات المساعدة لهيئة رئاسة المجلس والمستشارين. وتأتي هذه القرارات ضمن الخطوات التي تجريها قيادة المجلس الانتقالي لضخ دماء جديدة وتفادي الأخطاء التي رافقت تشكيل المجلس في الفترة السابقة وتعزز من حالة الاصطفاف الجنوبية. قام قائد القوات المشتركة لقوات التحالف الفريق أول ركن مطلق الأزمة ومعه وفد من القوات المشتركة بزيارة تفقدية إلى أحد ألوية الفرقة الأولى من قوات درع الوطن بمعسكر الوديعة في حضرموت. وطلع قائد القوات المشتركة على سير العملية التدريبية والجاهزية القتالية للقوات حثهم على مواصلة التدريب. وقالت مصادر مطلعة أنه تتم التهيئة لتسليم هذه القوات لحماية منفذ الوديعة. وكانت قد شهدت محافظة حضرموت قبل أيام حراك عسكري لوفود رفيعة المستوى ومطالبات من قبل السلطة المحلية بالمحافظة لتسليم منفذ الوديعة لقوات النخبة الحضرمية لتأمينه. نشرتنا الإخبارية متواصلة وفيها أيضا اللواء الزبيدي يشيد بالمشاركة الفاعلة لمكونات حضرموت في لقاء التشاوري الجنوبية. محافظ حضرموت يبحث بالمكلة مع رئيس فريق الشؤون المدنية الأمريكية خطوات تعزيز الأمن. محافظ شبوة لا يمكن لأي أحد أن يساوم على حقوق المحافظة وأبنائها إلا ما جعل مصالحه الأنانية الضيقة فوق مصالح المحافظة.
أهلا بكم من جديد. استقبل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي وفد محافظة حضرموت المشارك في اللقاء التشاوري للمكونات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الجنوبية، ورحب الزبيدي بوفد حضرموت الذي ضم كوكب من الشخصيات السياسية والاجتماعية والقبلية والأكاديمية والشباب وممثلات عن المرأة الحضرمية، مشيدا بالمواقف الوطنية والتضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء حضرموت في مختلف المراحل والمنعطفات التي مرت بها ثورة الجنوب التحريرية، مثنيا على المشاركة الفاعلة لوفد حضرموت في اللقاء التشاوري، ومؤكدا أن حضرموت دائما ما كان السباق للم الشمل الجنوبي وتوحيد الصفوف لتحقيق أهداف تطلعات أبنائها في إطار المشروع الجنوبي الشامل من المهرة إلى باب المندبة، وواعدا بزيارة قريبة إلى حضرموت ليكون إلى جانب أهلها وتسخير كافة الجهود لتستعيد حضرموت مكانتها في كافة المجالات، مجددا دعمه ومساندته لتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤون محافظتهم بأنفسهم. في سياق آخر، التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي ممثلي المكونات السياسية والاجتماعية من أبناء شبوة المشاركين في اللقاء التشوري الجنوبي. وفي اللقاء أعرب اللواء الزبيدي عن تقديره للحضور الكبير لممثلي المكونات السياسية والاجتماعية من أبناء شبوة، مشيدا بروحهم الوطنية العالية وحضورهم البارز في مسار الثورة الجنوبية وحرصهم الدائم على تعزيز الاصطفاف الجنوبي. وفي اللقاء استمع الزبيدي من أبناء شبوة إلى شرح وافٍ عن مستجدات الأوضاع في المحافظة، وأبرز القضايا والمطالب والمشكلات التي يعاني منها أبناء المحافظة وبحث سبل حلها. في دورهم بارك أبناء شبوة النجاح الكبير للحوار الوطني الجنوبي والذي توج بتوقيع الميثاق الوطني من مختلف المكونات الجنوبية في الداخل والخارج، مجددين اصطفافهم حتى استعادة دولة الجنوب المستقلة كاملة السيادة بحدودها المعترف بها دوليا حتى العام 90. تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني البروفيسور خالد الوصابي سير العمل في المعهد المهني الصناعي بمنطقة جول مسحة بمديرية المكلا، وطاف البروفيسور الوصابي بأقسام المعهد متعرفا على آلية سير العمل في كل قسم من أقسام التمديدات الكهربائية والخياطة والنجارة والحاسوبة ومدى النجاحات التي حققها المعهد خلال الفترة الماضية، مشيدا بدور الطلاب على تحصيلهم العلمي ونيلهم مراكز متقدمة على مستوى البلاد، واعيدا بمتابعة السلطة المحلية بالمحافظة بإنجاز مبنى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني المتعثر منذ سنين واستكماله. كما زار الوزير الوصابي الوحدة الإنتاجية بالمكلا مطلعا على عمل الشراكة بين مكتب التعليم والوحدة الإنتاجية ومؤسسة بن مالك للتجارة، متعرفا على نماذج من الأعمال الفنية التي سيتم تسويقها من قبل الشركاء. بحث محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بالمكلا مع رئيس فريق الشؤون المدنية بالولايات المتحدة الأمريكية النقيب كيث نيوسوم خطوات المحافظة لتعزيز الأمن في عموم حضرموت. واستعرض اللقاء الذي حضره قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن طيار فائز التميمي خطوات تطبيع الحياة وجهود السلطة المحلية لتعزيز الأمن. كما جرى في اللقاء استعراض جهود استتباب الأمن ودعم قوات خفر السواحل ومكافحة الإرهاب والتهريب، حيث أشاد المحافظ بن ماضي بجهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم بلادنا وتثبيت الأمن، مؤكدا أهمية دعم قوات خفر السواحل ومكافحة الإرهاب والتهريب وجوانب التنمية بالمحافظة. بدوره أشاد النقيب كيث بجهود السلطة المحلية مؤكدا مساندة الولايات المتحدة لدعم جهود الأمن والتنمية بالمحافظة. دشن نائب وزير الصحة الدكتور عبدالله دحان ومعه الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح العمقي برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحة القلب للأطفال والكبار بمركز نبض الحياة بالمكلا. وعقب التدشين نوه نائب وزير الصحة بأهمية برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحة القلب الذي يستهدف عدد من محافظات البلاد، مشيدا بدور مؤسسة أمراض القلب الخيرية ومركز نبض الحياة على جهودهم للقيام بهذه الأعمال الخيرية التي تجري خلالها الكثير من العمليات للمرضى الوافدين من مختلف المحافظات بمعدل 6 عمليات قلب مفتوح في اليوم الواحد. بدوره أشاد أمين محلي حضرموت بنجاح انطلاق أعمال برنامج نبض السعودية التطوعي الذي يأتي دعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مثمنا جهود المملكة العربية السعودية وتدخلاتها اللامحدودة تجاه بلادنا وحضرموت. باشرت لجنة تقييم ودراسة أوضاع ميناء الوديعة البري مهامها بالنزول إلى منفذ الوديعة بمديرية العبر، وطلعت اللجنة من مدير عام ميناء الوديعة
البري مطلق الصيعري على أقسام المنفذ والمكاتب الخدمية التي تقدم خدماتها للمسافرين، وكذا حركة المسافرين عبر المنفذ من وإلى المملكة العربية السعودية الشقيقة. كما تفقد أعضاء اللجنة الميناء البري الجديد مطلعين على المكاتب والمساحات الواسعة التي يمكن استغلالها في إنشاء مرافق حيوية تهتم بحركة المسافرين وإنشاء موقع خاص يستوعب بصورة كبيرة تفتيش البضائع التجارية لتخفيف الأعباء على المسافرين. وخلال الزيارة ناقشت اللجنة مع الجهات العاملة في المنفذ الاستعدادات والترتيبات لموسم الحج لهذا العام وتنسيق الجهود فيما بينها من أجل تسيير الأمور بسهولة ويسر للتخفيف عن حجاج بيت الله الحرام. فيما أفادت المعلومات أن إجمالي المسافرين عبر الميناء من بداية العام الحالي حتى شهر إبريل الماضي بلغ 732,172 مسافراً. نظم مكتب تربية ساحل حضرموت ورشة لمواكبة سير إجراءات العملية الاختبارية لشهادة الثانوية العامة للعام الحالي التي ستنطلق في 15 من شهر مايو. وفي الورشة أكد مدير تربية ساحل حضرموت الأستاذ أمين بعباد جاهزية المكتب لجانه المشكلة لخوض غمار الاختبارات، داعيا المشاركين إلى الاستفادة من أعمال الورشة وعكس ذلك على الواقع العملي. هذا ووزع المشاركون على 4 مجموعات استعرضت خلالها 3 أوراق عمل حول الإجراءات التنظيمية لسير اختبارات شهادة الثانوية العامة والدعم النفسي والاجتماعي لطلاب الثانوية العامة والمتقدمين لامتحانات الشهادة والاتصال والتواصل في العملية الاختبارية. زار المدير العام لمديرية مدينة المكلا العميد عبد الله بايع شوت عددا من مكاتب الوزارات لبحث تعزيز العلاقات بين المكاتب والسلطة المحلية بالمديرية، حيث زار العميد بايع شوت مكتب وزارة الأشغال العامة وطرق بساحل حضرموت وناقش مع مدير عام المكتب المهندس صالح العمري المشاريع الجاري تنفيذها بالمكلا وتعرف على مراحل مشروع ترميم الشوارع بالمدينة من منطقة الغويزي وحتى منطقة المحضار بخلف وكذا إعادة تأهيل الشوارع بمنطقة الشرج. وفي ذات السياق زار العميد بايع شوت مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت متعرفا على أوضاع المكتب وأبرز الصعوبات التي تواجه الإدارة وكيفية تجاوزها. إلى ذلك اطلع العميد بايع شوت على سير العمل بمكتب وزارة الشباب والرياضة بالساحل وناقش مع مدير عام المكتب الكابتن حسن مسجدي خطة المكتب وهدافه خلال العام الحالي والرؤية المستقبلية الهادفة إلى تحسين وضع الرياضة والرياضيين. عجز الكثير من المواطنين عن توفير العلاجات دفعهم للبحث عن القوافل الطبية التي تقدم خدمات علاجية مجانية للمرضى في ظل ظروف معيشية وصحية صعبة تمر بها البلاد. المزيد في هذا التقرير. يبدو أن متلازمة الطوابير ما فتئت ترافق المواطنين أينما ولوا وجوههم جراء أوضاع البلاد التي ازدادت سوءا أكثر من ذي قبل حتى المستشفيات. فعند سماع المرضى بخبر لقافلة طبية مجانية تجدهم يهرعون من كل حدب وصوب علهم يجدون عقاقير تشفي أجسادهم التي أنهكها المرض وغلا وأسعار الأدوية المرتفع بشكل جنوني. صراحة خدمات طبية طيبة وخفت على المواطنين عبء كبير، ويعني نشكر من هو قايم عليها وبالأخص دولة الكويت، يعني دولة العطاء والخير جزاهم الله خير. هو المفروض الدولة اللي تلقيك ما هذه الحاجات، تلقي المخيمات الدولة اللي تجيب دكاترة من برا وتجيب الدنيا، بحكم ان الناس الحين تعابة اصلا ماشي معهم فلوس، الناس محتاجين حد يساعدهم على الاقل حتى في الطب، وهذا من حقهم اصلا، من الاوليات حقهم الكهرباء والماء والطب والتعليم، اذا ما كان ده كله موجود ايش عادها دولة؟ مستشفى المكلا للأمومة والطفولة بالمكلا يحتضن هذه الأيام أعمال القافلة الطبية للأطفال بدعم من دولة الكويت، والتي تستهدف 1000 حالة للأطفال دون سن 18 لمعاينة حالة الحميات وسوء التغذية للتخفيف من معاناتهم جراء الأوضاع الصعبة التي يمرون بها. بالنسبة للخدمات التي تقدمها القافلة هي عبارة عن المعاينة المجانا والفحوصات أيضا وصرف الأدوية للأطفال المجانية. تستهدف القافلة الواحدة ما يتجاوز عن 1000 طفل وطفلة في جميع المراحل، قد تصل إلى 2000 إلى 1500 1900، هو على حسب الاحتياج والزحمة الذي والإقبال الذي
والإقبال الذي نراه من المستفيدين لهذا المشروع. نحن مستشفى أمومة وطفولة، لكن وجود مستشفى المكلا للأمومة والطفولة، وجودها المكاني والجغرافي في قلب مدينة المكلا عاصمة المحافظة، صار من الواجب اللازم أن نوفر قسم الطوارئ حتى نخدم الكبار والصغار. لدينا خطة مستقبلية إن شاء الله لفتح عدد من التخصصات والعيادات التخصصية من أجل تسهيل الأمور على المرضى. غلاء أسعار المستشفيات الخاصة مع وجود كادر صحي متمكن جعلها وجهة للمواطنين من مختلف المحافظات لعدم وجود تلك الخدمات في المستشفيات الحكومية، مما فاقم المعاناة على كاهل المرضى وجعلهم يتجرعون مرارة الغلاء، فلا بديل لذلك إلا السفر وأحلاهما مر. لقناة المكلا فيصل الجابري. أكد محافظ شبوة عوض ابن الوزير بأنه لا يمكن لأي أحد أن يساوم على حقوق المحافظة وأبنائها إلا من جعل مصالحه الأنانية الضيقة فوق مصالح المحافظة، مضيفا أن شبوة فوق كل الأحزاب ومصلحتها وحفظ أمنها واستقرارها فوق كل الاعتبارات. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لقيادات الوحدات والأجهزة العسكرية والأمنية العاملة والمرابطة في المحافظة لاستعراض ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالأوضاع العسكرية والأمنية وسبل تدعيم وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار. وخلال الاجتماع أطلع المحافظ ابن الوزير الحاضرين على نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها الوفد العسكري المشترك من التحالف العربي وهيئة رئاسة الأركان للمحافظة، الذين أشادوا بالانضباط العسكري وبالروح المعنوية التي تتمتع بها الوحدات والأجهزة العسكرية والأمنية. وأشار محافظ شبوة إلى أن التعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الوحدات والأجهزة العسكرية والأمنية بالمحافظة انعكس إيجابا على تطور الأوضاع العسكرية والأمنية بالمحافظة بمختلف الجوانب، مثمنا جهود دول التحالف العربي ودعمها اللامحدود التي تقدمه للمحافظة في الجوانب العسكرية والأمنية والتنموية. وفي الاجتماع أكد قادة الوحدات والأجهزة العسكرية والأمنية عن تأييدهم التام للإجراءات التي اتخذتها قيادة المحافظة مؤخرا اتجاه معالجة بعض القضايا الأمنية، مجددين حرصهم الكامل على تعزيز التنسيق والتعاون المستمر فيما بينهم للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة. ترأس وكيل أول محافظة المهرة العميد مختار الجعفري الاجتماع الأول للجنة المجتمعية لمستشفى الغيضة المركزي لمناقشة أوضاع واحتياجات المستشفى. وخلال الاجتماع أكد الوكيل الجعفري على دعم السلطة المحلية للقطاع الصحي بالمحافظة وسعيها على تحسين الخدمات المقدمة للمرضى في مستشفى الغيضة وبقية المراكز والوحدات الصحية. هذا وخرج الاجتماع بضرورة التنسيق مع إدارة الأمن والبحث الجنائي لإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع بعض السلوكيات والإشكاليات التي تحصل في المستشفى والتعاقد مع حرس مدني في قسم العناية، وكذا مقارنة أسعار التحاليل الخاصة بالمستشفى مع المستشفيات الحكومية في المحافظات المحررة. ختام النشرة إلى عناوينها: اللواء زبيدي يشيد بالمشاركة الفاعلة للمكونات حضرموت في لقاء التشاوري الجنوبية. محافظ حضرموت يبحث بالمكلا مع رئيس فريق الشؤون المدنية الأمريكية خطوات تعزيز الأمن. محافظ شبوة: لا يمكن لأي أحد أن يساوم على حقوق المحافظة وأبنائها إلا من جعل مصالحه الأنانية الضيقة فوق مصالح المحافظة. لكم منا أطيب المنى، إلى اللقاء.